الرئيس السيسي يوجه بتخصيص 5 مليارات جنيه لصندوق إعانة الطوارئ للعمال. رئيس الوزراء يوجه ببدء حوار مجتمعي على وثيقة السياسات الضريبية لمصر 2024 و2030. وزير الإسكان يصرح بأنه جار تنفيذ محور الخارجية سوهاج بطول 142 كيلومترا. وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي تحية إجلال وتقدير لكل يد مصرية تزرع الأمل وتصنع حياة كريمة وتبني للحاضر والمستقبل من أجل مصر الحديثة والمتقدمة. جاء ذلك خلال مشاركة الرئيس السيسي في الاحتفال بعيد العمال. وشدد الرئيس السيسي على تمسك الدولة المصرية بالحفاظ على حقوق العمال، موجها بسرعة الانتهاء من مناقشة مشروع قانون العمل. وقال الرئيس السيسي أنه قد وجه بزيادة الحد الأدنى لإعانة الطوارئ للعمال من 600 جنيه إلى 1500 جنيه، كما وجه رئيس السيسي الحكومة بتخصيص 5 مليارات جنيه لصندوق إعانة الطوارئ للعمال. استعرض رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي عددا من ملفات عمل وزارة المالية في اجتماع عقده بحضور وزير المالية محمد معيط وعددا من مسؤولي الجهات المعنية. وخلال الاجتماع عرض وزير المالية مستهدفات الوثيقة المقترحة للسياسات الضريبية لمصر 2024 و2030، ومن جانبه وجه رئيس الوزراء ببدء حوار مجتمعي على مقترح وثيقة السياسات الضريبية لمصر تنفيذا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي في هذا الشأن. صرح وزير الإسكان الدكتور عاصم الجزار بأنه جار تنفيذ محور الخارجية سوهاج بطول 142 كيلومترا، المرحلة الأولى للمحور بطول 117 كيلومترا بمحافظة الوادي الجديد، وهو أحد المحاور المهمة لربط محافظة الوادي الجديد بمحافظات الصعيد، وذلك في إطار خطة الدولة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة للمحافظات وتهيئة المناخ لجذب وزيادة الاستثمارات والاستغلال الأمثل للموارد البشرية والاقتصادية والطبيعية.